وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية سيد جوزيف سليو. أهلا بك سيد جوزيف. بداية، نواب في البرلمان وصفوا حقوق الأقليات بينهم المسيحيون والواردة في الدستور حبرا على ورق، كيف تراها أنت؟ تحية طيبة لكم سيد الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الأخرى. أهلا وسهلا. يعني في الحقيقة نعم، هذا الكلام دقيق إلى حد كبير، والشارع كلهم يعاني من عدم تطبيق القانون وانفلات الأمني وعدم تطبيق الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يعني ما يعاني الشعب العراقي بكل مكوناته، المكون الكلداني السرياني الآشوري الذين يسمونه بالمسيحيين، مأساتهم متضاعفة، لأنه على الأقل بقية المكونات لديهم ميليشيات عسكرية ويحملون السلاح ومن الممكن أن يلجؤون إليهم في حال الاعتداء عليهم. أضف على ذلك هنالك انتماءات شائرية، وهذا ما ليس لدى المكون المسيحي في هذا الشأن. عليه نقول أنه جميع الشعب العراقي يعاني من عدم تطبيق القانون والدستور، حيث الطائفية هي اللي طاغية، وكذلك حكم الأحزاب هو اللي يسيطر وليس حكم الدولة. سيد جوزيف إذا سمحت لي، الحكومة في بغداد اتهمت المتطرفين تحديدا باستهداف المسيحيين، الآن وبعد إعلانها الانتصار على الإرهاب لا يزال استهداف المسيحيين جاري، بماذا تفسر ذلك؟ هذا بدون أدنى شك هذا تهرب واضح من المسؤولية. من هم هؤلاء المتطرفين؟ اليوم الحكومة مشكلة من الأحزاب الدينية المتطرفة. اليوم هم الشخوص الجالسين على دفة الحكم، لهم ظل، هم الأحزاب والميليشيات المتطرفة المنتشرة في جميع بقاع الأعراق. عليه يجب، إذا كانوا يعتقدون أن هنالك متطرفين، يجب أن يقدمونهم إلى المحاكم ويكون هنالك عدالة تنال منهم. أما القول الاكتفاء بهذا القول وهم جزء من هذا الأحزاب المتطرفة، هذا يعني تهرب واضح من المسؤولية وتنصل عن القيام بالواجب. الشكاوى المتكررة من استهداف المسيحيين والأقليات، بماذا ترد عليها الحكومة في العادة عندما تسألونها؟ يعني بيدفع لا تأخذ حقوقها يعني قضايا يعني معتدى عليها من قبل القضاء، وذلك بسبب تقوى أشخاص متنفذين وهم ينتمون إلى هذه الأحزاب المتطرفة، والبعض الآخر تسجل جرائم ضد المجهولين. فعلى أي حكومة نتحدث، ولا يمكن أن تحمي يعني أبناء وشعبها. طيب، في ظل ما يحدث الآن سيد جوزيف، ما مستقبل الأقليات المسيحيين والأقليات المستهدفة الأخرى كذلك؟ يعني لو استمر الوضع على هذه الشاكلة، حيث الانفلات الأمني وغياب القانون، بدون أدنى شك من هنا إلى غضون السنوات المقبلة سوف يفرغ البلد من هذه المكونات، وهذه كارثة. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد جوزيف سليوة، النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية.